تحلو الحياة ويروى قلبي الصادي، ويشرق الكون من قاف ومن صادي. يا فتيات رتلوا القرآن خاشعة، قلوبهم في هناءة وإسعاد. سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة، وتاج عز لأجيال وأحفاد. سيروا فإن الدنا تشتاق من وله شوق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا أحباب الكرام في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. القناعة شيء جميل، والرضا بما قسمه الله عز وجل لك شيء جميل، والاستشعار بالنعم التي أنعمها الله عز وجل عليك أو عليك شيء جميل كذلك. جميل أن الإنسان لما يستيقظ في الصباح أن ينظر نظرة شمولية بالواقع الذي يعيشه، وأن يستشعر النعم التي يعيش بها ويتقلب فيها وينغمس فيها، وقد يكون بل أكيد أن غيره قد حرم هذه النعم التي هو يعيش فيها. اليوم النعم عندنا كثيرة ما يستطيع الإنسان أن يحصيها: البيت، الزوجة، الأولاد، الأمن والأمان، الطعام في بيتك، الوظيفة، الراتب الذي يأتيك، السيارة التي عندك، سهولة العيش والتعايش مع الناس، الذكاء، الثقافة، الشهادة، المكانة الوظيفية، حب الناس لك، زياراتك، معافى ببدنك، ليس فيك أمراض. هذه ترى نعم أنت ما تدري عنها، ربما يعني قليل، ولكن يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قليل من يستشعر هذه النعم التي تحيط به من كل مكان. في الليل نعم، وفي النهار نعم، وفي الصباح نعم، وفي المساء نعم، ونعم عامة ونعم خاصة. نعم ما تدري، حتى لو أنك مسكت عضو واحد من أعضاء جسدك وهي الكف مثلا، نعم ما تعرف العروق والأصابع والأظافر والجلد وما شابه ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنه أتي برجل يعني يوم الحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بأمور مستقبلية لم تقع بعلم من الله سبحانه وتعالى، يكشف له أمور غيبية بإرادة من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب. نحن نعتقد اعتقادا جازما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، وليس كل الغيب، بل أن الله سبحانه وتعالى يفتح له بعض الأمور الغيبية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، كمعرفة حال الرجل في القبر لما قال إنهما يعذبان، كما يقال يدخل عليكم فلان، كما يحدث عن في الجنة في كذا وكذا، أمور غيبية مخصصة أخبره بها الله تبارك وتعالى. فهنا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يوم القيامة يؤتى برجل وقد يعني من بني إسرائيل عاش في جزيرة 500 عام، والأمم الماضية يعيشون يعني سنين طويلة. فيقول له الله عز وجل: وقد اغتر الإنسان هذا بعمله وعبادته، وهو طبيعي عاش في جزيرة، يعني معناتها ما عنده معاصي، ليس عنده أحد من البشر، إذا ما في لا غيبة لا نميمة لا حسد لا سخرية ولا أي معاصي عنده. فاغتر هذا المسكين بنفسه، فقال له الله عز وجل: يا عبدي، أأدخلك الجنة برحمتي أم بعملك؟ فقال: بل بعملي يا ربي. فقال له الله عز وجل: إذن زنوا له نعمة البصر. فلما وزنت له نعمة البصر
يعني مالت كفة نعمة البصر وطاشت نعم العبادات التي كان يعبد الله عز وجل بها، فشعر هذا الإنسان أنه على هلاك، فقال يا ربي بل برحمتك يا ربي، فقال الله عز وجل ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، والنعم التي نعيش بها ما تستشعرها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اسمعوا الحديث يا أحباب الكرام حتى تعرف أنه أنك تعيش في نعمة والله ما يعلمها إلا الله عز وجل. يقول من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني أمن وأمان في بلده في بيته في القرية التي يعيش فيها، أمن وأمان، لا لصوص ولا قطاع طرق ولا حروب ولا زلازل ولا فيضانات ولا كوارث ولا عواصف ولا شيء عنده، هو آمن، يستشعر الأمان الحين، أنا عايش بأمان. يقول معافا في بدنه، يعني ما في أمراض التي يعانيها، ليس فيه ضغط وليس فيه سكر وليس فيه مرض قلب وليس معاق وليس، يعني معافى في بدنه. قال وعنده قوت يومه، ما قال قوت شهر. اليوم حنا في البيوت عندنا الغالب في البيوت أن عندهم طعام يكفيهم إلى أيام طويلة قدام، أسبوع أسبوعين بل يمكن شهر، بعض الناس عنده طعام يكفي شهر قدام. هو النبي يقول عنده قوت يومه فقط، يعني بس أنك إذا ضمنت هذه الأمور الثلاثة، أمن وأمان ومعافاة في بدنك وعندك أكل يومك، يقول فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، يعني كأنه يعيش عيشة الملوك. طيب فكيف إذا كان الأمر أعظم من ذلك يا رسول الله؟ كيف إذا كنا نعيش بأمان أكبر من ذلك ونعيش بصحة أعظم من ذلك ونعيش بقوت فوق ما تتصور يا أيها الإنسان أيام طويلة؟ لا شك أن الأمر أعظم من ذلك. والله ذهبنا إلى بعض القرى في بعض الدول الفقيرة في أفريقيا وفي آسيا، فوجدنا هناك أشخاص يعيشون في العراء ما عندهم بيوت. يعني أنا أذكر في إحدى القرى ذهبت لها في منطقة آسيوية، يعني اللي عنده مكان يأويه في هذه القرية وقد أصيب أهلها يعني بكارثة من الكوارث، اللي عنده أيام يومها اللي عنده مكان يأويه هو من يجد شجرة تبعد عن الشجرة الأخرى مترين فيضع فوقهما أو يقربهما بقطعة من الكيس وينزلها يمين يسار ويسكر هنا، فكأن وجد له مكان مترين في مترين تقريبا يأويه هو وزوجته وأولاده. هذا ترى عند الآن هو ضمن نفسه، لكن كيف لما يكون أنا وأنت عندنا بيت وفي غرف ودورات مياه ومطابخ وصالات ومظلة وسيارات وتكييف مركزي ونعم من الله سبحانه وتعالى. أذكر في إحدى القرى ذهبنا إليها في أفريقيا عبارة عن أكثر من 200 عائلة يعيشون في أكواخ صغيرة من الخشب، ما عندهم أكرمكم الله دورات مياه ولا عندهم مطابخ ولا عندهم ماء، الماء بقرب يأتون بها ودورات المياه يقضون حاجاتهم بالخلاء، والمطابخ يطبخون كل مجموعة بيوت يوقدون لهم نار من الحطب ويضعون عليه مثل القدر، ولما فتحنا القدر والله يا أخواني ماء وورق شجر هذا هو طعام العشاء عندهم. اليوم حنا لا، تطلب العشاء يأتيك مو صنف ولا صنفين ولا ثلاثة، أنواع وأصناف من الطعام. أليست هذه نعم تستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى؟ إذا استشعرت هذه النعم التي تعيش بها كانت حياتك سعيدة وكانت حياتك جميلة ورضيت وقنعت بالعيش. لذلك بدأنا هذه الحلقة أن القناعة جميلة وأن استشعار النعم جميل وأن الإنسان يعرف قدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره عليه، هذا من أجمل الأمور وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السعادة في الدارين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الحياة ويا روى قلبي الصادق.
ويشرق الكون من قاف ومن صاد. يا فتيات الرتال القرآن خاشعة قلوبهم في هناءات وإسعاد. سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة وتاج عز لأجيال وأحفاد. سيروا فإن الدنا تشتاق.